يايا توري. وصل راسية جميلة، كرة راسية جميلة والحارس يوقف الكرة. تحكم ممتاز من الحارس. كرة صعبة أمام المرمى. عدد الركنيات يرتفع. تسديدة جيدة من مسافة بعيدة وأبعاد ممتاز. الحارس يستحق التحية على أنه اختار التوقيت المثالي للتصدي لهذه الكرة القادمة من بعيد. يا لروعة التصدي من الحارس. ترفعت الراية اعلانا عن تسلل، تسلل صحيح. حارس يلتقط كرة بسهولة تامة. يايا توري. حارس يوقف كرة كانت نسبيا صعبة. اعتراض في منطقة الوسط والكرة بحوزتهم. بكل بساطة رائع جدا. حقيقة هدف رائع جدا من مسافة بعيدة. هدف رائع بالفعل من خارج المنطقة. لاعب عنده قدرة واضحة في عملية التسجيل من مسافات بعيدة. تسديدة من بعيد وأي تسديدة. لنلقي نظرة أخرى على الهدف. النتيجة أمامكم مرسومة، لقاء في اتجاه واحد، سلسلة الأهداف من هذا الجانب قد تتدعم فيما هو قادم. كرة كانت قريبة من القائم لكن أوت. هدف ملعوب، شوف معاي الإعادة. نعم عصام، هدف جاء من مسافة بعيدة خارج المنطقة، سدد الكرة بوضعية الثبات لتسكن الزاوية اليسار. الآن نذهب إلى فترة استراحة بعد نهاية الفترة الأولى. ماذا يخبى الشوط الثاني بعد شوط أول ممتاز؟ الثاني كيف سيكون؟ منافسة قوية جدا وشرسة على الكرة. يتعدى، يهرب على الدفاع. دفاع أمامه يسدد. سمير نصر وحده منفرد، شوف يتجاوز اللاعبين بسهولة.
جيمس مينا، الكرة تعدي المرمى وهدف. أكيد الهدف الأول أعطى ثقة في إمكانياته، والآن يجيب هدف آخر. لنشاهد الهدف من جديد. فريق واحد يقوم باللعب، الثاني يقبل في اللعب. بونكوتشيسكي. ليس بهذا الدفاع ممكن تحقق نتيجة اليوم، الدفاع ضعيف برشا. كرة تعود باليدين من التماس. استمع معي عبد الله لهذا التصفيق، الجمهور يحيي أداء اللاعب اليوم، كان مبدع في المباراة. نعم عصام، قدم مباراة رائعة جدا، أعتقد أن قد يكون من أكثر المرشحين ليكون رجل المباراة الليلة. جيمس مينا، الفرصة السانحة لتنفيذ التمريرة العرضية. كرة يتصدى للحارس بعد تسديدة كانت خطيرة نسبيا. ما أروع امتلاك الكرة هذه. كرة تمشي باتجاه الحارس. جول! لما يدخل البديل ويغير وجه المباراة. نبرة أخرى للهدف من زاوية مختلفة. تسيد وتصدر وزعامة كاملة لأطوار المباراة، برافو. صراع كبير للكرة. شفتوا الدفاع الجيد، المدافع أغلق المنافذ على المهاجم اللي خسر الكرة. تسديدة وكرة في اتجاه الحارس، هدف رائع بالفعل. هداف اليوم في فورمة كبيرة، يجيب ثاني هدف في الماتش. إعادة الهدف من كاميرا ثانية. للأسف كان ماتش هجوم وفريق واحد ضد دفاع ضعيف. تمريرة لأغويرو. الحكم يحط يديه في جيبه، أظن شي خرج ورقة.
في الوقت المناسب. التايم كان ممتاز لاعتراض الكرة الأخيرة، كرة ضربت فيه وخرج التماس. الهجوم متواصل، وهذه المرة من ركنية. وضعية مناسبة والسانحة للتسديدة، ممكن يسجلها. نعم إيليه، لنلقي نظرة أخرى على الهدف. كانت مباراة هجوم ضد دفاع حقيقة. اليوم التوازن ما كانش موجود مثل ما كانت توقعات الجماهير والملاحظين. الفوز منتظر ومرتقب. بالفعل مباراة سهلة جدا للفريق المضيف، وهذا ينعكس في حصيلة الأهداف. يايا توري، وصل راس راس مع حارس المرمى، تسديدة على المرمى، كرة تبعد عليهم وتضيع. كرة كانت نسبيا صعبة. يايا توري، تسلم يديك، كرة ممتازة في دين الحارس. حسمت الأمور، إذن الانتصار. نبارك للفائز، نقول هاردك للخاسر. الدقائق الأخيرة لن تشفع ولن تمكن الخاسر من العودة. يحتاج ديما الكرة فرصة، فقط حارس المرمى، دفاع أمامه يسدد الكرة، تعدي المرمى وهدف. هدف الثالث في المباراة في لقاء لن ينسى، إنه الهاتريك. لنشاهد الهدف من جديد. كل شيء جاهز، كل شيء في بوابة الانطلاق، واللحظة تنطلق المباراة، الحدث، المباراة المرتقبة. نتمنى نستمتع بماتش من أعلى طراز. يايا توري، محاولة تبعد عليهم. زيكو، هدف رائع. هدف حقيقة ممكن وصفه بالعالمي. طاير.
جاد يسدد ويسجل. هذه النوعية من الأهداف هي الأصعب عصام، لأن اللاعب يتعين عليه أن يسدد الكرة قبل وصولها إلى الأرضية، يحتاج إلى أخذ قرار مناسب في توقيته المناسب أن يسدد الكرة قبل وصولها للأرض، ثم بعد ذلك أخذ قرار مناسب في توجيهها إلى المرمى. لذلك شاهدنا هدف وصعب في نفس الوقت. رؤية وتمركز رائعين من اللاعب لاعتراض الكرة وافتكاكها. تمرير الدفاع في المنطقة يلعب على هجوم مرتد. ممتازة جدا هذه التدخلات الدفاعية. كرة تمشي بعيدة عن المرمى. أغويرو. يايا كوري تصدي جيد، كرة عند الجول كيبر. كرة تقطع في نصف الميدان. حارس يتصدى لكن الخطورة ما زالت قائمة. من هذه المسافة يحاول يسجل جول. فرصة وهدف، وهذا هدف لمانشستر سيتي. من الصعب جدا على حارس المرمى ان ينقذ مره اخرى على الكره، لذلك قام بالتصدي في المره الاولى، ولكن في المره الثانيه عليه ان يرى الكره تسكن شباكه. استحوذوا على الكرة في منتصف الملعب. واكسيكو تصدي ممتاز من كرة ممتازة قوية كانت الحقيقة. كرة بعيدة عن الزاوية. يا توري واقف مليح يعترض الكرة. كادت تكون هدف رائع ولكن خارج المرمى. كرة جاءت من بعيد لكنها تضيع ولا تسجل كهدف. ربما هنا مخالف. بريد هانجلاند. اعتراض في منطقة الوسط والكرة بحوزتهم. يتعدى يروح الدفاع. كرة متعدى تسديدة وكرة على الجول. هدف. لنشاهد الهدف من جديد.
قوة هالفريق تظهرها لوحة النتائج أكيد. تدخل عنيف، مخالفة ممكن بورقة، انذار. محاولة التسديد، مازال فرصة للهدف بعد تدخل حارس. محاولة تبعد عليه. كان بالإمكان أفضل مما كان كما ديما نقول، ولكن أرسلها فوق الشباك فوق العارضة. كرة كانت قوية لكنها ذهبت عالية جدا. الكرة معهم الآن في نصف الملعب. هدف جميل جدا تسجل، شوفوه في الريبلاي. زيكو الحارس ولا اروع يوقف هدف اكيد. سهل الكرة في دين الحارس بعد كرة كانت نفذت من بعيد. يايا توري. سمير نصر. ممتازة الكرة عند الحارس. يا توري.